السلام عليكم متابعينا وين ما كنت. اليوم عندنا مواصفات كاملة للسبلت الجري الثلاثة طن الكنتور، اللي يعتبر واحد من أكثر السبالت مبيعا بالأسواق العراقية وحتى العالمية. طبعا قبل لا نعرض مواصفاته وسعره وتفاصيله، يا ريت تدعمون القناة بلايك ومتابعة والاشتراك بزر الجرس حتى يوصل لك كل فيديو نشره حول السبالت الكنتورية وخاصة الإجري. تعالوا يانا. طبعا كسبلة إجري يجي بموديلين، طبعا أو الموديل الأول إنه أكو دبل فان وأكو فان واحد، تمام. إحنا هسه هذا حاليا قاعد إنه هو نفس الشكل بالفان الواحد، والدبل فان هو نفس الشكل، بس إنه تفرق القطعة الخارجية. بس هسه اليوم نشرح لكم مواصفات الدبل فان اللي هي، وبعدين طبعا اذكر لكم السعر اللي هي بالجانب. هنا أنا طبعا يجينا ايضا مثل ما لاحظ انه ضغط T3 يستحمل درجات حرارة عالية، تمام. والبيتيو 36 بيتيو موديل 22، وكضمان سبلت الجري هو ضمان 3 سنوات لجميع وكلاء الجري المنتشرين بالعراق. السعر الفان واحد تقريبا 1195 دولار، تجي نحاس طبعا قطع داخلية وخارجية، 1165 دولار الفان الواحد، والدبل فان من 1200 دولار الى 1300 دولار حسب الوكيل وحسب صاحب المحل.